طيب شيخ أم فهد سألت عن الزواج هي تحديدا، تقول هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ أن فلان سيتزوج فلانة أو فلانة سيتزوجها فلان إلى آخره؟ ما من حركة ولا سكون في الكون إلا وقد علمه الله وكتبه وشاءه وخلقه، إن كل شيء خلقناه بقدر، سواء فيما يتعلق بشؤون الإنسان أو فيما يتعلق بسائر الخلق. قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي في مكتوب، من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فلا ينبغي أن يساور الإنسان الشك في شيء من هذه الأحداث أنها خارج عن تقدير الله. إن كل شيء خلقناه بقدر، فكل كائن في الكون إنما هو بمشيئة الله تعالى وتقديره.